السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية عين مسيلة لنقف على الأشغال نتاع المستشفى الجامعي لمدينة مسيلة، واللي راهي الأشغال يعني في وتيرة جيدة، ونشاهد يعني المستوى اللي وصلت عليه الأشغال. إن شاء الله تكون فيه التهيئة الخارجية في أحسن وجه، ويكون يعني المشاريع هذه تكون يعني في محيط متواصل، ماشي معزولة في أماكن معزولة، و يكون فيه طرقات ومساحات خضراء وعملية تحت تشجير كثيف حول هذه المستشفيات. إذا إن شاء الله يكون فيه صدى لهذا الكلام اللي رانا نقولوا فيه. أترككم مع نهاية الفيديو، السلام عليكم.